ما سر طلب سيف البقاء واستكمال محاكمته بمدينة الزنتان وعدم ذهابه إلى طرابلس أو حتى لمحكمة الجنايات الدولية؟ من البديهي أن شخص يتابع في أحوال أو الأوضاع الأمنية في ليبيا فيشاهد الوضع الأمني في ليبيا ويشاهد الوضع الأمني مثلا في طرابلس وفي زنتان. فالواضح أن سيف الإسلام إذا نقل طرابلس لن يحظى بهذا بحط الأمن. أنا أعتقد أن الطريق غير حتى الطريق يعني غير آمن لتوصيل سيف الإسلام إلى طرابلس لو كان علنا يعني. أما خفية ممكن، ولكن إذا كان علنا لا يمكن نصف ذلك. ما صحة تلويح سيف بأنه إذا نقل إلى طرابلس سيتم اغتياله من قبل أطراف معينة؟ هل لديكم علم؟ هل صرح لكم بأن هناك أطراف تريد اغتياله وليس من مصلحتها أن يحاكم سيف ويقدم للقضاء؟ أنا لم أسمع بهذا التلويح، ولكن أعتقد أن هناك فيه أشخاص مصلحتهم ألا يبقى سيف على قيد الحياة، لأنه له ملفات كثيرة على بعض الأشخاص اللي موجودين الآن في الحكومة وفي المؤتمر وإلى ذلك. هل صرح لكم بذلك حرفيا؟ صرح لنا ببعض الأشخاص لا أستطيع ذكرهم أنهم كانوا متعاونين معه وكانوا يقدمون الولاء له. إبان النظام السابق وليس في عهد أبيه، في وهم الآن في مراكز حساسة في ليبيا. لهم علاقة جيدة بسيف نعم. وهذه الأطراف لا تريد أن يقدم سيف. لا هذه الأطراف لا هذه الأطراف تريد أن لا يتكلم سيف. يعني هو بحوزته دلائل ومستندات. بالتأكيد يعرف من كان يقدم له الولاء ومن كان يتعاون معه. فإذا أعطاه الفرصة أنه حينشر هذه الأسماء.